sword brought low, and then ran like hell. أهلا بكم. أحدثت أحداث 11 من سبتمبر تغيرات سياسية واقتصادية على مستوى العالم كله، حتى على مستوى صعود قوى وهبوط أخرى وعلى جميع المستويات. لكن في هذه الفقرة نريد أن ندخل للعمق الأمريكي ونتساءل كيف غيرت أحداث 11 من سبتمبر طبيعة المواطن الأمريكي داخليا وخارجيا، وكيف كان الشارع الأمريكي في ذاك الوقت، وهل هذا التغير كان داخليا فقط أم أن نظرة المواطن الأمريكي للعالم قد اختلفت؟ كل هذا نطرحه على ضيفنا الذي ينضم إلينا من واشنطن، الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. تحياتي لحضرتك أستاذ حكام ولكل السادة المشاهدين. يعني أود أن أبدأ معك من الداخل الأمريكي. هل تغيرت نظرة المواطن الأمريكي العادي؟ وهناك مختلف القطاعات من المواطنين الأمريكيين، سواء كانوا في الولايات العاملة بالزراعة أو الولايات العاملة بالصناعة أو الولايات التكنولوجية، هناك العديد من الشرائح الاجتماعية أيضا بكل تأكيد في الداخل الأمريكي، لكن بشكل عام هل تغيرت نظرة المواطن الأمريكي للمواطن الأمريكي من أصول عربية؟ نعم، كما تفضلت، يعني هو تاريخ فارق في يعني السياسة الأمريكية وفي نظرة المواطن الأمريكي تجاه مثل هكذا يعني قضايا. وتصور أن يعني المواطن الأمريكي يلزم أن يعرف الجميع أنه غير معني على الإطلاق بالسياسة، ولكن بعد هذه الأحداث كان ثمة اهتمام بهذه الأمور السياسية وهذه النظرة والتعرف على الآخر، فكان هناك توجه وخيفة من هذا الآخر، ولأنه يعني وضعت في الأذهان والتصور وفي المخيلة الأمريكية للمواطن أن هذا الآخر يريد الاكتفاف الأمريكي، يريد القضاء عليه، يريد يعني ذلك التدمير والخراب. ولكن الشخصية الأمريكية في النهاية جوهرها تهتم بالحياة المعيشية وبالداخل الأمريكي، وليس لها علاقة أو أي ثقافة غير المواطن الأوروبي الذي تجده يعني له كبير اكتراث واهتمام بالأمور السياسية والشأن العام. هذا الوضع كان غير موجود في الداخل الأمريكي، ولكن حصل يعني حدث ذلك التغيير بعد ذلك التاريخ الفاصل والحاسم في الأحداث وفي التطورات الإقليمية والعالمية. وهذا المشهد لم يكن يعني جديدا وفاصلا فقط في أمريكا، ولكن في العالم كله، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذي يعني حدثت فيها أعاصير سياسية وبراكين وزلازل، مرورا من غزو أفغانستان وغزو والعراق وأحداث ما بعد 2011 وما بعدها. كل هذه الأمور وكل تلك الكوارث وتلك التدخلات كانت لها علاقة بشكل أو بآخر بهذا التاريخ المفصلي 11 من سبتمبر. هذه نقطة. النقطة الأخرى تعامل السياسة الأمريكية، يعني كان هناك الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وكان النائب داك تشيني، يقال أنه هو من كان خلف ردة الفعل الأمريكية في الشرق الأوسط، في أفغانستان وفي العراق وما إلى ذلك من ملفات عالقة حتى الآن. كيف يتعامل الشعب الأمريكي وكيف تغيرت السياسة الأمريكية من عهدة جورج بوش الابن وداك تشيني إلى ما وصلنا له الآن مع دونالد ترامب؟ يعني في تصوري وفي تحليلي وقراءتي المتواضعة لما يحدث على الأراضي الأمريكية أن ثمة استراتيجية ثابتة كبيرة فيما يتعلق بتحديد المصالح الأمريكية، وأن يعني تلك التغييرات التكتيكية تكون تغييرات مرحلية تتناسب مع أوضاع متجددة إقليميا وعالميا. فالصالح الأمريكي هو الذي يحدد تلك السياسات الأمريكية، حتى أنك تجد أن دونالد ترامب يصدر قرار ثم يتراجع عن
هذا التراجع وان كان يبدو للوهله الاولى انه يعني عدم استقرار، عدم وجود سياسه ثابته، عدم وجود رؤيه موحده، ولكن في النهايه هذا التراجع يصب في صالح المواطن الامريكي. هي سياسه الوصول الى حافه الهويه ثم التراجع هو في النهايه بيخدم الصالح الامريكي والمصالح. وهل يخدم بالفعل هذا الداخل الامريكي؟ فندم؟ وهل ذلك او تلك السياسه تخدم بالفعل المواطن الامريكي او الجانب الامريكي، الوصول الى الحافه ثم الرجوع؟ هل هي سياسه ناجحه؟ نعم، هذه السياسات طبعا بعين المنافسين الديمقراطيين تنم عن تخبط وتباين وعدم تركيز وعدم وضوح رؤيه، ولكن من الناحيه الفعليه العمليه هذا التراجع في النهايه بيصب في مصلحه المواطن الامريكي، لانه على سبيل المثال يعني عدم التصعيد وعدم الدخول في حرب مباشره مع ايران بعد التلويح بهذا التصعيد واقاله جون بولتون مستشار الامن القومي، لا شك انه يصب في الصالح الامريكي وفي صالح استقرار الاوضاع والوصول الى حلول سياسيه، يعني تارة تلويح بالتجديد مع ايران او في تفاوض مع حركة طالبان في أفغانستان أو مع كوريا الشمالية أو حتى مع فنزويلا ومساندة المعارضة ثم التراجع القليل. يعني هذا الذي يبدو للعيان أنه يعني تخبط وعدم وضوح رؤية هو في النهاية بيخدم صالح أمريكا، يعني عينه بتتجه صوب المصلحة الأمريكية التي يعني تفترض هذه السياسات. لكن المنافسون على الجانب الآخر من الشاطئ يرون أن هذه الصورة تشوه الوضع الأمريكي وكقوة عظمى عالمية يلزم أن تكون لها سياسات ثابتة مستقرة، وأن لا تظهر بهذا الشكل غير المستقر والمتباين والمتراجع في اللحظة الأخيرة. لكن بغض النظر عن يعني هذه الآلية أو هذه الوسيلة أو هذا الشكل، في النهاية المصلحة الأمريكية هي الأهم وهي المحرك لكل مثل تلك. أستاذ طارق، يعني هذا التشويه الذي نتحدث عنه تحدث عنه الكثير من الأمريكيين في الداخل، خصوصا بعد غزو العراق، وعن الأخبار أن العراق تمتلك أسلحة دمار شامل، وما حدث من تسريبات من عملاء من الـ FBI وعملاء أمريكيين بشأن التحرك الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. نتذكر ستيف مانينغ، ونتذكر أيضا ويكي ليكس جوليان أسانج، ونتذكر أيضا ذاك الصحفي الذي كان متزوجا من عميلة فيدرالية أمريكية، الذي خرج في تصريحات وبأن الولايات المتحدة الأمريكية وكتب بأوراق مثبتة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تمام العلم أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل. وطبعا قول يعني كقول واحد، بالفعل الإدارة الأمريكية حتى توني بلير في بريطانيا الكل يعلم أن العراق لم يكن يمتلك مثل هكذا أسلحة دمار شامل، ولكنها كانت حجة بتسوق للعالم واشتراها العالم والرأي العام العالمي حتى يتم مثل هكذا غزو للدولة العراقية. المصلحة الأمريكية المباشرة التواجد على الأراضي العراقية على منابع وآبار النفط والبترول، وهذه الثروات قضم والتهام هذه الثروات النفطية البترولية الضخمة في هذه المنطقة وفي القلب منها دولة العراق، لابد له من وجود تبرير وتسويق، ولم يكن أفضل من هذا التبرير والتسويق أنه العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ثم يتكشف للكل أن هذه يعني لا تعد أن تكون مجرد يعني أكاذيب وأنها لا أساس لها من الصحة. وكيف تعامل المواطن الأمريكي مع هذه الأكاذيب حينما اكتشفها؟ هل ما زال المواطن الأمريكي يتعامل مع الشرق الأوسط أنه مدعاة أسلحة الدمار الشامل وأنه من يقف خلف الإرهاب، ويتناسى أو لا يعلم بالأحرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ساقت هذه الحجج لغزو دول كالعراق؟ يعني فكرة المبادئ والقيم والأخلاقيات لا علاقة لها بالسياسة، ويمكن بدأت بالكلام مع حضرتك وذكرت أن المواطن الأمريكي ليس له يعني كبير اكتراث أو اهتمام بالسياسة الخارجية، ولكن يهتم أكثر بلقمة العيش ويقضي الويك إند بشكل أفضل وأكثر متعة، وأن ما يهم المواطن الأمريكي هو وجود فرص عمل كثيرة وفرتها له إدارة دونالد ترامب، نمو اقتصادي كبير،
فرص كما ذكرت، مليارات تم يعني ضخها من هذه المنطقة العربية من خلال يعني إدارة دونالد ترامب، حتى أن الموقف الأمريكي تجاه النزاع، نزاع قطر مع الرباعي العربي، الإمارات، مصر، البحرين، السعودية، لا تجد له يعني شكل معين. هل هم مع قطر؟ هل هم مع الرباعي العربي؟ يديرون مثل هكذا أمور بحيث أنهم يستطيعوا أن يعقدوا أكبر صفقات ممكنة من السلاح مع السعودية والإمارات ومع قطر، وأن يعني يتم حل يعني البقر واغتنام هذه الثروات وقضم هذه المليارات وتشغيل المواطن الأمريكي. والمواطن الأمريكي لا يهمه في النهاية إلا يعني الدولار وإلا معيشته اليومية، فبغض النظر عن كل تلك الحروب الضروس تجاه إدارة دونالد ترامب باعتباره يعني لا علاقة له بالسياسة، إلا أنه في النهاية المواطن الأمريكي يعني سعيد بهذا الأداء، لأنه يهتم كثيرا بالاقتصاد بعيدا عن السياسة وعن مثل هكذا أمور، وبعيدا عن كل مزاعم الميديا ووسائل الإعلام والنخبة والمثقفين. ما يهم المواطن الأمريكي هنا هو الدولار والويك إند ولقمة العيش، وهذا هو المحرك وهذا هو الأهم، وهذا الذي يحدد يعني مصير أي انتخابات قادمة سواء كان رئاسية أو تشريعية هنا في أمريكا. الأستاذ طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، كنت معنا من واشنطن العاصمة الأمريكية، أشكرك شكرا جزيلا.